يبحث كافة المشاهدين الإسلاميين عن هذه القناة الفضائية بسبب البرامج المتنوعة والمميزة الإسلامية التي تقوم هذه القناة بتقديمها عبر شاشتها المميزة. من أبرز هذه البرامج برنامج الخلف صفوة، برنامج مدن ومعالم وآثار، وكذلك برنامج في موكب العارفين، وكذلك برنامج جذور وأغصان. إذن نضعكم مع التردد على الشاشة كما تشاهدون معي، ونترككم كذلك مع طريقة إضافة التردد. إذن إخوان لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله. طريقة إضافة التردد: تضغط على الميني في الريكوموند، ثم بعد ذلك الإعدادات، ومن ثم تضغط على تركيب، تقوم بإدخال كود الريسيرفر 4 أصفار غالبا، وبعد ذلك تقوم بالضغط على قائمة الترددات، ثم بعد ذلك يأتيك هنا قائمة أو اتبع هذه التعليمات الموجودة عندك. هنا تختار القمر بالمربع، وهنا إضافة باللون الأحمر، وهنا البحث عن القناة باللون الأزرق.